انت قاعد تفتح على نفسك باب. هل سيقف ألكسندر علوم امام رحمة رياض في الموسم الجديد من عراق ايدل؟ ليش انت ما سمعتني اغني؟ انت رح تتجوز؟ احنا احنا بعرف تتجوز بس امتى حفل الزفاف؟ يعني احنا قلناها قبل شويه، احنا مقررين انه على الشتاء. قاعد يعني نفكر هم نسوي عرس، بس احنا الجمهور ده يطالبنا بعرس، تخيل. فالجمهور فعلا فرح بخبر زواجهم، وهالشي شفناه بالتعليقات اللي تلقتها رحمة على بوست اعلان زواجها اللي نشرته في اوائل اغسطس، وعلى ما يبدو هم اخذين الموضوع جديا. اذا قررتوا تعملوا حفل زفاف، شو رح يكون الثيم مثلا؟ لازم اكو شيء قريب من البحر. بيتش ويدينج. اينا احنا اثنيناتنا نحب البحر. ما رح تعملوا تراديشنال ويدينج؟ لا طبعا. لا. يعني العادات والتقاليد حتعرفوا عنه. أيوة. لو كنا بالعراق اقول لك اسوي يعني تراديشنال ولا، بس احنا مو بالعراق طالعين. ومين عم تفكروا بليستة المعازيم يكون موجود؟ شو هالسؤال هذا؟ كثير عالم. بس هي يعني الفكره انه العرس تعزم بيه الناس اللي فعلا تفرح لك من قلبها، يعني اصحابك المقربين، ممكن مشاهير، لان يعني عندي اصحاب مشاهير. يعني اذا عندك ليستة المشاهير مين بدك تعزمي منهم حفل الزفاف؟ يعني في كذا اسم مشهور ببالي، أحلام، داليا مبارك، بلقيس، علاء هندي، فزازة، هواي اسمها أصيل هميم لأن وعدتني تغني لي بأرسي طبعا. وبالرغم من هالصداقة إلا أنه جدل نجمة العراق الأولى اللي فرضوا الجمهور بيبقى موجود بينهم. كيف كانت حفلتك بالسعودية؟ حفلة رائعة، حفلة جنن، حفلة من يمكن أجمل حفلاتي اللي سويتها بحياتي. أنت أول عراقية بتغني بالسعودية، صح؟ هذا دليل أن أنت نجمة العراق الأولى؟ لا يعني لا. كنا نجوم، أصلي غنت بعدي بيوم، فهو فرق التوقيت. وعدت مني وعدت بعد ما تخبت ولا أعطي مجال كل شيء. وبعد النجاح الكبير اللي حققه الجزء الأول من عراق آيدل، عم تستعد رحمة للموسم الجديد. حنبلش أكيد بالأوديشنز، تجارب الأداء، هو هذا المرحلة الأهم لعراق آيدل. متحمسة جدا 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 ومنتظرتها بفارغ الصبر. شو حضيفي على الموسم الجديد؟ لأنه أكيد تابعت نفسي بالسيزن 1، كنت كل بعد حلقة روح أتابع نفسي فأعرف شنو أكو أشياء كان لازم أسويها. يمكن هالمرة أكون شوية حقيقية وياهم، ما رح أكون شوية عاطفية زيادة على لازم، كنت هواية عاطفية. وجه تاني لرحمة يعني؟ نفس العاطفة بس يعني أكون حقيقية أكثر، يعني شنت بعض الأحيان أجمل الكلام حتى ما أجمل. في ناس ندمتي أنه تعاطفتي معهم؟ قلت لا كان لازم ما أتعاطف معهم. في إيه؟ هالمرة راح أقول لك لا، إن شاء الله بالمرة الجاية راح أقول لك نعم إن شاء الله. لكن يبدو أنها راح تضعف أمام أحد المشتركين بهالموسم. طب هلأ بالسيزن 2 إذا أليكس إجا تقدم على عراق آيدل هتقدم؟ راح أقدم. تعرفين أنه راح يقدم؟ لا طبعا. إيش أنت ما سمعتني غني؟ طب يلا خلينا نعمل أوديشن هلأ. أنت قاعد تفتح على نفسك باب. طب جرب غني ونشوف في رأيه بصراحة، مش انت بيكون لا أليكس سميع ويغني على تون صح، بس صوت كان دائما يقول لي اتمنى اني اعرف اغني. لو اجت قدم شو رح تقولي له؟ لا لا. وانت كمان تعتبر نجم العراق الاول لانه حسب تصويت اي تي بالعربي طلعت افضل ممثل عراقي. انا شكرت الناس انه سووني يعني أفضل ممثل، بس أكو هواي نجوم قدامي وأكو ناس أكبر من عندي، احتراماً لهم واحتراماً للفن. بس هلأ حالياً أنت ترند بالعراق، يعني ما بتعتبر حالك أفضل ممثل عراقي؟ أنا حالياً ترند لأن زوجتي. لا أنت كمان يعني. لا أنت إن شاء الله إن شاء الله بشغلي إنه الأيام الجاية إن شاء الله راح أثبت إنه أنا راح أكون. انت اخذتها باستحقاق يعني جمهور اللي يعني صوت. انا كنت بالضبط تصويت افضل ممثل عراقي، كان في كتير اسماء وانت من ضمنهم وجاك اكثر نسبه تصويت يعني. واحنا بيتي بالعربي يعني كل شيء حقيقي، مصداقيه عاليه طبعا. وبعد نجاح اغنيتها الاخيره الكوكب اللي صار برصيدها اكثر من 24 مليون مشاهده على يوتيوب، عم بتحضر رحمه حاليا لالبوم. نسافر فوق ما نرجع نعوف الكوكب وضيمة. هلا الألبوم الجديد مع مين عم تتعاملي؟ في عندنا أكيد علي صابر، عندي محمود غياث، مصطفى الربيعي، غسان الشامي، عندي من ملحنين مصريين عمرو الشاذلي، محمد عباية، محمود عيد من لبنان، كثير. في عبد العزيز الويس، أنا وياه قاعد نشتغل على أغنية خليجية. يا أنت أليكس شو عندك إشي جديد هلا عم تحضره غير إنه رح تقدم على عراق أيضا؟ عندي كذا سكريبت
قاعد اقراها حاليا وقد اختار المناسب لي. فماكو شيء يعني كونكريت بالمية مية.